السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جامعة الملك سلمان الدولية أعلنت عن خصم 30% من المصروفات الدراسية لكليات معينة. هنعرف من خلال الفيديو النهاردة. فقبل ما نبدأ كده، صلوا على النبي، ما تنسوش اللايك الشير الاشتراك في القناة عشان يوصلوا كل الفيديوهات الجديدة. أول حاجة، أعلنت جامعة الملك سلمان الدولية عن خصم 30% من المصروفات الدراسية للمتقدمين من طلاب الثانوية العامة المصرية لمجالات السياحة والضيافة واللغات التطبيقية والفنون والتصميم والعلوم الإدارية. وبالنسبة لكمان مكان جامعة الملك سلمان موجودة في راس سدر والطور وشرم الشيخ. بالنسبة لقواعد القبول والقيد للطلاب المستجدين بجامعة الملك سلمان الدولية الأهلية، عن طريق التقديم بيبقى إلكتروني، وطبعا بتقدر تملأ البيانات وتجيب المستندات بتاعة المؤهل الدراسي، وكمان بتدفع رسوم التحاق 1500 جنيه لا تسترد. بتقبل الجامعة الحاصلين على الدبلومات الفنية كمان، اللي هي الصناعات التكنولوجية والزراعات الصحراوية والسياحة والضيافة. وفي كمان حالة قبول الطالب مبدئيا من خلال البيانات والمستندات المقدمة إلكترونيا. بيتم إرسال بريد إلكتروني بالطالب بيفيد إن هو تم قبوله مبدئيا واختاره بضرورة المجيء للجامعة وتقديم المستندات الأصلية عشان يراجعوها ويتأكدوا من صحتها، ثم استلامها من الطالب رهن المراجعة والقيد بالمجلس الأعلى للجامعات الأهلية. وبيحصل الطالب على إيصال بالمستندات، وبيبتدي يسدد قيمة المصروفات. الفصل الدراسي الأول بتبقى 50% من قيمة المصروفات، وفي مصروفات الخدمات الطلابية كاملة، وفي رسوم الكشف الطبي بيسلمها خلال يومين من تاريخه. ولن يعتبر الطالب مقبول في الجامعة إلا بعد السداد. لو الطالب أراد تغيير جهة اختياره قبل بداية العام الدراسي، بتلغي الجامعة تسجيله من النظام المركزي حتى يمكنه التسجيل في جامعة أخرى، وبترد الجامعة المبالغ اللي تم تحصيلها من الطالب بعد خصم 10% من جملة هذه المبالغ، وتطبق قواعد الاسترداد المعتمدة من مجلس الجامعات الأهلية على الطلاب المستجدين. بيتم استقبال طلبات التقديم عن طريق الموقع الإلكتروني يوميا، وكمان في رقم ساخن للجامعة اللي هو 16949 دوت من اليسار. وممكن كمان تروح لأقرب فرع من فروع الجامعة تقدم فيها بشكل مباشر. معيار الترشح للقبول ان انت تكون جايب الحد الادنى للتنسيق، وكمان لو في اختبار تحديد مستوى يتم قبولك في هذا الاختبار. بالنسبة لتنسيق القبول في الجامعة، اول حاجة لطلاب الثانوية وطلاب ستيم، الطب ب75%، طب الاسنان 74%، الصيدلة 70%، طب البيطري 66%، التمريض 53%، العلوم الأساسية 53%، علوم الحاسب 60%، هندسة الحاسب 65%، الزراعات الصحراوية 53%، الفنون والتصميم 53%، الصناعات التكنولوجية 53%، الهندسة 65%، العمارة 65%، العلوم الإدارية 53%، السياحة والضيافة 53%، واللغات التطبيقية 53%. تنسيق بقى الطلاب الحاصلين على الشهادة المعادلة والأجنبية والأزهرية، الطب بياخد من 83%، طب الأسنان 78%، الصيدلة 78%، الطب البيطري 58%، التمريض 58%، العلوم الأساسية 58%، علوم الحاسب 60%، هندسة الحاسب 65%، الزراعات الصحراوية 58%، الفنون والتصميم 58%، الصناعات التكنولوجية 58%، الهندسة 65%، العمارة 65%، العلوم الإدارية 58%، السياحة والضيافة 58%، واللغات التطبيقية 58%. يبقى احنا كده عرفنا الكليات اللي تم عمل خصم فيها 30%، وعرفنا التنسيق لطلاب الثانوية العامة وستيم، والتنسيق الخاص بالشهادات المعادلة والأجنبية والأزهرية. كده يبقى احنا اتكلمنا عن جامعة الملك سلمان الدولية.
والخصم الجديد اللي حصل فيها. لو ليكوا اي سؤال اكتبوه في التعليقات، ما تنسوش اللايك الشير الاشتراك، ومع السلامة.